رحال القراء، عرض صحوى المقروء وتقديم إنتاجات الأطفال والتعريف بعناوين المختارة. مستمعي إذاعة الحياة من القيروان، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي رهان القراء. رهان القراء، المسابقة الوطنية في المطالعة والكتاب. ضيفتنا في هذه الحلقة تلميذة من المعهد النموذجي بالقيروان، هي آية الرمضاني. آية عسلامة. عسلامة. أهلا سيد عبد المجيد، شكرا على هذا اللقاء، يشرفني جدا أن أكون معكم في هذا اللقاء. شكرا جزيلا، تكريما للأباء وللأمهات، تكريما للأسرة التونسية التي تساعد في نحت نهج النجاح بالنسبة إلى الأبناء. معنا والد آية، هو السيد خميس المرابطي. سي خميس عسلامة. سلام سيد عبد المجيد، بارك الله فيك على الاستضافة، وربي يوفقك إن شاء الله مع الوليدات هذا، تأخذ بيديهم وتشجعهم باش يواصل. بارك الله فيك. أنا حبيت من خلالك سي خميس، حبيت نبعث لك رسالة شكر وإلى كل الأولياء الذين يناضلون من أجل أن يبلغ أبناؤهم مرقى النجاح، قمة التميز. سي خميس، لو تحدثنا على دور الأسرة في دعم مجهودات آية، المجهودات اللي بلغتها هذه المرتبة من الإبداع ومن النجاح والتميز في النتائج المدرسية. يعطيك الصحة. أي من اللي هي صغيرة ديما عندها تميل، تحب تقرأ، تحب القصص، تحب تكتب، ديما عندها ميولات، معناها عندها غرام بالحكاية دي. وإحنا ديما كشفنا كيكة تحب قصة حاجة، ديما نقفوا معها، خاصة والدتها ديما واقفة تأخذ لها أي حاجة تحبها، قصة، كتاب، حاجة نقفوا، ثم مسابقة، ثم حاجة تقف معها. سي خميس، أنا حبيت نتحدث على توزيع الأدوار في الأسرة. تحدثت معاك وعرفت لي أنت دورك في الأسرة لقمة العيش، أنت تخدم خارج البيت، توفر الأسرة ما يلزم، والأم ربي فضلها هي اللي ترافق الأبناء في الدراسة، وهي القريبة منهم من حيث الخدمات العائلية، ثم اثنين من حيث المرافقة المدرسية. ثم توزيع أدوار وثم نجاح. صحيح. الأب بتبيع، أنا ديما نخدم البرة، ما عنديش وقت باش نكان على لقمة العيش، نخدم عليهم باش نوفر لهم باش يقرأوا باش ياخذوا قصص حاجة، وتبقى المهمة الكبيرة وهي مهمة نبيلة، خاصة أمهم ديما واقفة معاهم وما تخسرش معاهم، رغم تقوم بشؤونها في البيت، تزيد تتبعهم في المدرسة، تمشي معاهم واقفة معاهم، وهذا كل معناه الأم عندها دور مهم برشا ودور كبير في الأسرة. وانت زاد عندك دور كبير برشا، بحكم انت يعني تناضل خارج إطار البيت في العمل، في توفير الرزق، الرزق الحلال للأسرة. عندكم مشروع في العائلة صغيراتكم، وهذا بالنسبة للآية هي عينة دالة على نجاح الأسرة كيف يكون عندها مشروع الاستثمار في أبنائها. صحيح. ثم برشا معناها أسر، وأنا نتصور ثم برشا وليدات عندهم كيما آية، وعندهم ينجموا يبدعوا، ينجموا ينجحوا، ينجموا يتألقوا كيف يلقوا معناها والدين يقفوا معاه. واضح. حبينا نقول لك بارك الله فيك، عايز. ومن خلالك نحيوا كل الأسر التونسية، نحيوا الأباء والأمهات والأخوة والأخوات اللي عاضدوا مجهود المشروع العائلي في اكتساب العلم والارتقاء في مراقي المعرفة والأبداع. نرجع الآية. آية عسلامة مرة أخرى، ومرحبا بك في رهان القراء. ماذا اخترت لنا من العناوين التي طلعت في إطار مسابقة رهان القراء؟ شكرا لك سيد عبد المجيد. في الواقع لقد وقعت عيني على رواية وادي صبايا للأديب السيد علي ولد أحمد، واسم إن سمحت لي فأريد قول بعض الكلمات عن هذه الرواية التي حقا استهوتني والتي أعجبتني كثيرا. في الحقيقة وادي صبايا أراها كمنحوتة خلابة تجيد سلب النفوس، وادي الصبايا مولود يحيل على الحسن وعظم الكروب، تحفة تبديع الرسم والإلهام، فن البداية والختام، فكر بأسره يستثير الهجاء والإنشاد، والإنشاد
والإنشاد عاليا في سماء يبددها الظلم والانحلال، والإنشاد عاليا في سماء يبددها الظلم والانحلال، والهجاء عميقا في أرض يكتسحها الحب والجمال. وادي الصبايا واد كبير لك كل الوديان، وادي الصبايا صبية لك كل الصبيان، وادي الصبايا حكاية تقص على مسامع الزمان الفتان. يضم صفحاتها القدر البائس الأخاد، ويخط أسطرها جوهر المعاناة، ويرتب أحرفها الأمان الزائف وسوء الملاذ، ويعدل كتابتها العقل البهيم فيصبغها بأحمر الأحسان وأبيض الإنكار، ويصبغ فقراتها أخضر الممات وأسود الفساد، ويبدع مقدمتها كيان الهدوء والسلم ورواء الإنسان، ويجمعها الخالق اللعوب الماهر كتابا يهديه للحياة. تحية للحياة، تحية لروح الكاتب التي صنعت الحياة، تحية للحس الذي شيد ملكوت البهاء والإمتاع، تحية لتلك القريحة التي فاضت على حقول الذهن وصيرته عقلا ينقاد مع الأحداث. وادي الصبايا وبكل بساطة رواية، والرواية إذا عرفت فإنها ذاك الخليط المتجانس وغير المتجانس، جوانبه وأطرافه تتصارع فيما بينها، تموج إعصارا ضخما ينبئ بالدمار، ونهرا ضيقا يبث الهدوء والرواء. تندمج سياقاتها مع سياق الخيال والواقع، فتهدم جدار الفرقة بينهما والانشطار، وكأنها في خطوتها الجريئة هذه تتحدى المنطق والغباء، وتدحض موقف التحدي والانهزام. وهذا ما نلمسه في رواية وادي الصبايا، أنها تقوم على ثنائية المجهول والمعلوم، فتتوسع في معاني كل منهما، وتشكك في صحة وجودهما، وتنقد موقفهما المتضادين والمتوافقين، وتضغط على أزرار عدة من شاشة الحياة والدنيا. شكرا، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا آية. إذا أنت اخترت أن يكون تفاعلك مع رواية وادي الصبايا تفاعلا إبداعيا، لأن الكتابة النقدية التي كتبتها فيها سجع وفيها استعارة وفيها تشبيهات، إذا هو إبداع على إبداع بإيجاز شديد. إذا ماذا خلفت رواية وادي الصبايا في ذهنك من حيث القضايا التي ترينها أنها طرحتها؟ في الحقيقة لقد عبست وادي الصبايا بمكنونات قلبي كما فعلت بعقلي، فأجدها تارة تربت على كتفي وتخدر مشاعري في مهد الرواء والسعادة، وأجدها تارة أخرى تؤجج شتى أنواع أحاسيس الحقد والغضب واليأس والحزن والألم من مراقد النسيان. إنها حقا هذه الرواية المرعبة التي تغى فيها عنصر الباطن على الظاهر، والتي استولى فيها العميق على السطحي، والتي منحت فيها القارئة هبة العلم والحكمة، فبصرته بحال الإنسان المتكلم ككل والشاب الصامت خاصة. فقد لعبت هذه الرواية دورا مهما في تلقين القارئ فن الصبر والحكمة والتفاؤل والأمل والصداقة وغيرها من القيم الاجتماعية والأخلاقية التي تلعب دورا هاما هي بدورها في حياتنا. تروح لي وادي الصبايا غجرية حسناء تنتشي من الشمولية والكمال أيما انتشاء، وإن غفلت على ذكر بعض المواضيع أو الآراء الأخرى فإني أعلل ذلك بمدى وقع أهمية الجوانب الملموسة فيها في حياتنا أكثر. وادي الصبايا نقدية، فنية، شعرية، وصفية، سردية، حجاجية، عليمة، واهبة، مانحة، وسيرة لأحداث العصر والزمان، متابعة لتطور المستقبل وأصالة الماضي وثبات الحاضر. وادي الصبايا أغرقتنا في مهجة فؤادك، وأثرت بكثيرا، فعالجت قضايا من قضايا المجتمع المعاصرة، وثلة من علوم النفسية والعاطفية والعفوية لدى الشباب، خاصة الشاب القيروان الأصيل.
وإنما أعجبني وسبح بانتباهي نحو ضفاف أنهارك والمعاني السامية التي استهدفت سائر فئات المجتمع وأشالت أي ضبابة كانت لتخفي واقع القرى وأحوال القوم ودراسة تصرفات الإنسان ومدى تغيره بالنسبة لتغير بيئته أو محيطه. وإن توظيف أسماء كصالح أو أم الخير أو الجريري أضحت وسيلة ناجحة تقريب اللوحة لنظر القارئ، فقد اجتمعت أصالة التاريخ، بشاعة الحاضر ومعلومية المستقبل بين الصفحات. وإن تغلبات وأخذ بزمام الأمور إلا أن سياق الأحداث كان له أثر أيضا في العبث بنفسية البطل والقارئ كذلك. وإني أثمن كثيرا إيلاء الكاتب السيد علي ولد أحمد، أخصه بالذكر والشكر قسما وأقساما ملحوظة لوصف جمال الريف القيرواني ونقل العادات والتقاليد المتوارثة هناك، كما نقل الاختلاف الواقع بين النفوس البشرية وإبراز الأجواء التي تعم القرية والنزاعات المتزعزعة التي تسكن الناس فيها أيضا. إذن مستمعينا الكرام، هذه هي أصداء رواية وادي الصبايا على لسان القارئة آية المرابطي، هكذا رأت الرواية وهكذا أخرجتها في قراءة نقدية فنية لم يخلو فيها أسلوبها من فن السجع وغيره من المحسنات. مستمعينا الكرام، فاصل غنائي ثم نعود إلى الجزء الثاني من هذا اللقاء من حلقة رهان القراء. رهان القراء، عرض صحوى المقروء وتقديم إنتاجات الأطفال والتعريف بعناوين المختارة. مستمعينا الكرام، عدنا بعد هذا الفاصل الغنائي إلى الجزء الثاني من حلقتكم رهان القراء الموصولة برواية وادي الصبايا للأديب علي أولاد أحمد، ومعنا في الأستوديو آية المرابطي هي القارئة، ومعنا أيضا ولدها سيخ ميس المرابطي. إذا نبقى مع آية في الاستماع إلى مداخلة هاتفية يتحدث فيها الأديب علي أولاد أحمد عن روايته مع رواية واد مع رواية واد الصبايا بلسانية الأديب. صالح البطل الرواية اللي قري في قرية، وشوف النواقص اللي في تلمذته. أول ما بدي أعمل دراسة تشكيلية، دراسة نفسية من خلال أعمال تشكيلية، أنه أعمل رحلة في اللون الغائب، لأنها دعوة للبحث، تلاميذ باش يبحثوا على اللون الغائبي، واعطاهم فسحه من المجال باش يرسموا، ولكن طلب شرط واحد، هو مع كل لمسه يزرعون لون الفرحي. هل الفرح يلون؟ ثم مشاهد في النص معبرة جدا، أنه تلميذة عملت خطوط متشابكة كبيت العنكبوت وجعلت نكتة سوداء باللون الأسودي، فسألها المعلم عن سر هذه اللوحة وهذا الرسم، فقال سيدي ذاك ربيعي، يقول المعلم صالح أخاف أن أتورط في هذه الصبية، ما زالت تدرك أن الربيع بداخلها. ثم ذاك الصبي صابر الذي رسم قضبان وتوجه باتجاه من الورد مع حبال وسلاسل، والمعلم ابن القرية ويعرف أن والده في السجن، فيقول المعلم مهما تكلمت لن أمسك بمضغة واحدة من صبر ذاك الصبي. ثم الصبي الثالث اللي عمل تفاحة دامية تتدلى بحبل، مجدودة بحبل من أطرف اللوحة إلى أسفلها، وورق فراء تدروها الرياح، فسأل المعلم حين أعجب بالألوان وبانكسار الضوء في اللوحة، فسأله عن سر هذا اللوحة، ما الذي أوحى لك بذلك؟ فقال سيدي جنازة، قال من الذي أوحى لك بذلك؟ قال جدي الذي توفي في الخريف الماضي، أتمنى أن أدخل الجنة، فعلقت التفاحة بعيدا عنه لكي لا أكل منها. ربما هذا رجوع للأصل متاعنا في أصل الجنة والنار، ربما هو في خلق الإنسان. ثم النقطة الثانية، أني كما قلت أن المعلم لابد أن يعمل أسئلة ويأكل إجابات التلاميذ، لأنه يمكن التلميذ أن يفاجئك بإجابة لم كنت تنتظرها. وهنا دعوة إلى ترك التلاميذ للبحث ونعلمهم ملكة الخلق والاختيار، وخاصة أدعو لتكون شخصية لدى التلاميذ، وهي تتكون من حاجتين، هي ملكة الاختيار وملكة التنفيذ. النقطة الأخرى اللي فيها أنه المعلم قاعد في كونفلي بسيط، أنه أطنب في الحديث عن فترة الأندلس، أجابه أنه هذه البرامج لا تلغي التلاميذ، لا تمثل الواقع، قال له أن التاريخ ينتهي مع سقوط الأندلس ربما بوجه النظر،
خاصة، بعد ذلك هي أحداث نعيشها ونتعايش وما حبا وكرها ولا ندري ما رسم لنا هذا المسار. يعني هي دعوة إلى أن نأخذ القرارات وحدنا ونعمل دراسة للي ينقصنا خاصة مجال التربوي، ونشوف البرامج اللي تتماشى مع الواقع وتتماشى مع التلاميذ وتحفزهم للبحث وللاجتهاد. ثم مشهد اخر في النص كان في اشاره دقيقه للتاريخ حين استدعى والد صالح جده، استدعى ذاك الغريب الباشا الذي مر بالقريه وكان بناء وحدادا ونجار ورسام، كلما لامست الفرشات الجدار الحزين الا ابتسم. فالباشا هذا يعمل عمود مكلل بالزخارفي في خصر دار الجد، توجه بقمر ونجوم، تحته محراب يتوسطه قنديل، فيها مجموعة من الحروف تنساب مثل شلال تمسح الحزن على وجه الصخور، ينتهي ببركة من الماء، وسط البركة سفينة وعلى رأس السفينة تاج، وكأن الملوك لا يأتون إلا من البحر. هنا إشارة أنه ما نجموش ناخذوا قرارات نتاعنا وحدنا، ناخذوها إلا بإملاءات، وهذا نقص فينا يزلنا ندركوه. النقطة الأخرانية هي علاقات صالح بصديقه الجريري، علاقته اللي هو النقيض نتاعو ولكنه يكمل في نفس الوقت، ذاك الرجل الذي ذهب إلى ألمانيا وهو يجمع بناتهم منذ الطفولة، سؤال فسأله عن الحياة في القرية، فجريري تدنى تدلى تصاب حتى سقط على ظهره، ثم سأله وأنت ما رأيك؟ فضحك فبكى صالح حتى اهتزت الأرض من تحت، قال ما يبكيك هي الفوضى، قال الذي أضحكك أبكاني. ويبقى هذا السؤال معلق بينهما، وتبقى ما بيناتهم رسائل ذاك في ألمانيا وصديقه في القرية، فكانت رسائل مشفرة لا يفهمها إلا صالح وصديقه جريري. ثم يعود جريري من ألمانيا ووجد الإجابة، وكأن إجابته هي في جمع المالي، بينما صالح وجد الإجابة في عيون المستضعفين والدراويش قرية، وعند العم العبيدي الذي يسمى حكيم القرية، الذي إذا حدثك عن الماضي جعله حاضرا بين يديك، وإذا حدثك عن الغد جعلك أجنحة فتطير فوق سفافيد السحاب. حين عاد جريري من ألمانيا سأله صالح عن ذلك السؤال، لم يجبه ولكنه قال، سأله ثانية عن فرق ما بين الغرب والقرية، فقال ماذا لديهم هناك؟ قال لهم الساحات الغناء والمساحات التي تتألأ بالأضواء والسيارات الفاخرة والشقروات، قيمتهم في مصانعهم وأيام العطل متاعهم حبلة بالرقص والإيقاع. قال ماذا لدينا؟ قال لنا سلطة العار، سلطة الجار، لنا الحقد ندجنه ونؤججه كلما الغضب بنا استبد، ولا ناكل عقد القبيله، ان من حبيناش ناكل بالعصر حتى في تمكننا من التكنولوجيا كنا نستعملها الاستعمال السيء، قطع نظر على الوظيفه او المستوى نتاعو، هي شخصيته، لابد ان يكون كما يقول نيتشه الرجل الخارق هو الرجل السوي الذي ينفع الناس. حتى في علاقاته بحبيبتي ياسمين كانت علاقه صفاء وطهاره وعذريه تامه، فأقصى درجات ساعات أن يجلس إلى جانبها في الطاولة البكر ويرسم وردة على كفه، فتبتسم ياسمين ابتسامة تختزل كل العصور، وتعطيه قطعة من الحلوى فيدسها في جيبه وتقاسمها مع صديقه الجريري ومحبة. ثم المشهد الذي يثير الإعجاب في النص، بعض القراء يعجبهم ذلك الصبي الذي أهدى إلى معلمه وردة بعد انقطع عن التعليم واعتصم بالجبل في نظرة تأملية أو الوحدة التأملية ليرى القرية، وكأن الزمن قد وضعها في كفه وألقاها هكذا، فترى البناءات متناثرة هنا وهناك، فماش نظام ما فماش جمال في هذه القرية التي يسكنها صالح. هذا باختصار النص، ربما في تم إشارة واضحة جدا عزوف التلاميذ على المطالعة يشير إليها صالح في الرواية، يقول حين يتردد في كتابة رسالة إلى صديقه فيقول لمن أكتب ولماذا أكتب، إنه زمن الكآبة لا زمن الكتاب. قرية حدودها واد تسمى واد الجباس، أنا أطلقت عليه واد الصبايا، يعني نحن صغار نمشي ونشوف الصبايا أو العجائز التي يجلبهن نصر السباة، فينحدرنا إلى الوادي ليشاهدنا الصبايا ولون الحناء والخلاخيل. واد الصبايا هو الواد يعني الخصب، وهو يحتضن ذاك الطريق اليتيم الذي الوحيد الذي يؤدي إلى هي رواية التفاصيل الصغيرة، قلم الرصاص الذي يصبح شخصية في النص، وهو كما قلت نافذة على النص. أنا لم أكتب النص ولكن قلم الرصاص الصديق هو الذي قام بذلك، وكأنني أتبرأ من نصي لأنه لم يعد ملكي، أقول كنت حرا قبل أن تكتب. ف
فحين كتبت النص لمعد حرا فهو ملك للقارئ وملك لقلم رصاص صديق اللي انا نعتبره طوفة صديق، لانه الصديق هو الحقيقة اللي تمسح له الاخطاء متاعه بمجرد لمسة. الصديق مش هو نقفوا له على الحرف ونوجه له على الاخطاء متاعه. انا بالنسبة لي الصديق اللي نسامحوه ونغفر له زلات متاعه. وكاو مستمعينا الكرام، نعود إلى الأستوديو بعد أن استمعنا إلى رواية واد الصبايا بقراءة صاحبها، بقراءة علي أولاد أحمد. حدثنا عن الرواية وأخذنا إلى بعض تفاصيلها من زاوية نظره، وترك لنا حرية القراءة وحرية بناء المعنى وتأول المقاصد. نعود إلى الأستوديو مع آية المرابطي. آية، استمعتي إلى علي أولاد أحمد كيف حدثنا عن روايته، ما هو انطباعك الآن بعد أن استمعت إلى رأي الكاتب؟ أرى أن رأي الكاتب كان حقا شاملا، وأرى أن وجهة نظري تتناسب مع ما رأيه هو، ما قرأه من قراءة لنصه وما كتبه. فحقا هذه الرواية معبرة وتعكس العديد من الآفاق والمعاني. شكرا. المكان أين تجري أحداث الرواية؟ تجري أحداث الرواية في قرية، في قرية العلاء. قرية العلاء، وقد ذكر يعني بعض الأسماء من هذه القرية، بعض الأماكن خاصة. إذن قرية العلاء هي قرية من قرى ريف القيروان، وبطل الرواية هو صالح، اختار له من الأسماء صالح ومعه الجريرية وغيره. وحدثنا عن الواد، واد الصبايا اللي هو واد الجباس، هذا واد في مدخل عليه من طريق حفوز، للكاتب فيه ذكريات، وظف هذه الأشياء ووظف هذه الأماكن، قلم الرصاص وذاك الساري إلى آخره. إذن وكأنها رواية متصلة بمجتمع مضيق، ببلد مضيق في قرية ما، وكانه المجتمع التونسي في قرية الأعلى من زاوية نظرية الكاتبي. ما مضى، التاريخ موجود في الرواية، نظر صالح إلى الماضي وعاد إلى جدته وعاد إلى طفولته وعاد إلى صباه وتأمل واقعه، وكذلك أوحى بما يريد لهذه القرية، وهو صورة نقضها ربما صديق صورة الجريري. إذن شكرا لك. أي أود أن أعود إلى ما كتبت أنت في الجزء الأول من هذه الحصة. يعني كتابتك كانت كتابة إبداعية، أنا أريد لك أن تكتبي كتابة نقدية خالية من التحسينات البديعية. يعني استجع أوقعك أحيانا في وضع كلمة في غير موضعها، وإذا ما عدت إلى النص، إذا ما شئت أن تعقبي على عمل إبداعي بالنقد فاترك اللغة الإبداعية واكتبي بلغة موضوعية خالية من التجميل وخالية من التجنيس وخالية من الاستعارة، واضح حتى يكون النص واضح، حتى نهدف إلى المعنى. أما إذا ما شئت أن تكتبي بلغة فنية فليكن ذلك من قبيل الخاطرة أو الانطباع. في ختام هذه الحصة مستمعينا الكرام، أتوجه بالشكر إلى كاتب رواية وادي الصبايا الأديب علي أولاد أحمد، وهو أديب ورسام ورياضي وله مواهب متعددة، ولعل هذا كان بارزا في شخصية صالح. أشكر ضيفنا الولي، إذن أب آية سي خميس، بارك الله فيك على حضورك، واصل في مرافقة آية والأطفال ورب يوفقك إن شاء الله. آية شكرا جزيلا، ستكون لنا معك لقاءات أخرى. مستمعين الأفاضل، نلتقي في حلقة قادمة مع تحيات الفريق التقنية نوفل الشرطاني وضيف فجرية، مخاطبكم عبد المجيد فرحات من إذاعة الحياة. إلى اللقاء. رهان القراء، عرض صحوى المقروء وتقديم إنتاجات الأطفال والتعريف بعناوين المختارة.